ثلاثة أشهر غابت هذه المشاهد عن مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن، ومع استئناف العمل هنا عادت الحياة لتدب من جديد. عودة رئيس الحكومة وعدد من أعضائها ساهم في تطبيع الحياة في عدن بعد أن كانت قد أوقفت العمل في الدوائر الرسمية إثر سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً في أغسطس الماضي. مبنى المصلحة بمديرية كريتر شهد ازدحاماً نتيجة توافد المئات من المواطنين للبدء بعملية استكمال معاملات استخراج الجوازات أو تجديدها. اليوم هو اليوم الأول لتسجيل العمل في فرع عدن بعد الانقطاع اللي تم لمدة 3 شهور. اليوم إقبال من قطاع النظير من قبل المواطنين بحكم التأخير اللي تم لتسجيل الأوضاع اللي شهدتها البلاد. نطمن الأخوة المواطنين أنه لدينا الكم الهائل من الجوازات ولا داعي للقلق. نطالبهم بإحضار الوثائق الأصلية وبالذات الهوية الآلية. خطوة إيجابية كهذه تعمل بشكل أساسي على تخفيف الضغط عن باقي الفروع في المحافظات المجاورة والتي شهدت صعوبات كثيرة خلال الأشهر الماضية جراء هذا التوقف. تقول المصلحة إنها تعمل ضمن إطار محدد من أجل تحقيق الخدمات للجميع، مؤكدة أنها تعطي أولوية خاصة للمرضى والجرحى، في حين أطلقت تحذيرات من التعامل مع أي مكاتب أخرى أو أشخاص ليس لديهم أي صفة قانونية. ارتياح شعبي لاستئناف عمل المصلحة، لكن ثمة مخاوف لا تزال ماثلة أمام المواطنين بشأن تفاقم ظاهرة الابتزاز والمغالاة في استخراج الوثائق الشخصية.